والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ اميره وولي عهده، اللهم وارزقهم البطانه الصالحه التي تعينهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا ارحم الراحمين، حياكم الله معاي اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقاتنا همسات دعويه. اليوم بهمس لكم همسه. همسه ابيكم تسمعونها تسمعونها ليش؟ لان همستنا هذه مفيده جدا خاصه في هذه الايام اللي زاد فيها التلفونات وانشغال الناس بالقيل والقال وفضول الكلام همستنا عن فضول الكلام شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول لنا لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لساننا صغير يمكن أصغر شيء في جسمنا لكن ياما أورد الناس الموارد لسانك إحصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك هذه الأيام ما عاد الناس عندها خصوصية ما أظن في كتم للسر الناس الحين صارت تتكلم في اللي يعنيها واللي ما يعنيها واللي ما يعنيها بعد اكثر من اللي يعنيها شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول لنا كف عليك هذا يقول حق احد الصحابه كف عليك هذا فمن اللي كان مع معاذ بن جبل فيسال النبي عليه الصلاه والسلام يقول له او محاسبون بهذا يعني هل يحاسبنا رب العباد باللي نتكلمه فالنبي صلى الله عليه وسلم شو يقول لثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو في رواية ثانية على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم يعني هذا اللسان اللي نتكلم فيه والعياذ بالله قد يكب الناس على وجوههم يوم القيامة علي ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يكب على رجله ولا يكب على ركبته ولا على إيده قال على الوجه لأن الوجه أسمى ما في الإنسان إحنا لما نطالع جمال الشخص ما نطالع إيده ولا رجله نطالع الوجه فالوجه هو يبين هذا الإنسان صالح هذا الإنسان فاسد هذا الإنسان حبيب طيب خبيث فهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الوجه من حصائد الألسن على يكبون على مناخرهم الحديث الثالث أن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار أحيانا يقعد الواحد ولا الوحدة أنا أقول الواحد من باب التغليب ينكت يضحك الناس نكتة دعوة عاد كلمة يطنس فيها على فلان ويتهزأ فيها على فلان ويتمسخر فيها على فلان وهم قاعدين قد تكون عند رب العزة ها يهوي بها سبعين خريف في نار جهنم والعياذ بالله اكو ايش انا ما قلت شيء احنا ساعات الواحد كل ما قال انا ما قلت شيء كلمة انت هذه الكلمة قد تكون اعظم عند الله سبحانه وتعالى جرحت فيها فلان ولا يعني استهزأت بفلان ولا فلانة ولا وإحنا نقول كلها كلمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا يهمنا في اللي ماسك تلفونه واللي ماسك تلفونها والدزدز بها الرسائل والرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت قاعد يقول لكم صيروا سايلنت بسكم نتفتوا ريش الناس ما بقى كلمه ما قلتوها كلام قد تكون اشاعات مالها اول ولا اخر ومع هذا لا شلون خل اوصل ودي اقول كلمه قلبي لازم اقولها زين ما تعنيني مالي شغل فيها لا الا اقولها إذا واذا قلتها ساعات الواحد يقول كلمه ويتمنى والله العظيم لو ما قالها. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايش يقول؟ من كثر كلامه كثر سقطه. سقطه يعني الكلام اللي ما له معنى ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. لأن هذه الكلمة اللي ما لها معنى ايش تسوي فيني؟ تزيدني بدال السيئة سيئة 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 لأن السيئات تجر بعضها بعض، يصير الواحد من كثر ما يتكلم ما يحسب حساب. يمكن يقذف فلان ويتكلم بعلان ويتحكى الا صار وشيء ما صار ويكبر المواضيع وبعدين يكثر من ذنوبه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا اله الا هو ليس شيء احوج الى طول سجن من لساني وهو منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي صاحب النبي عليه الصلاه والسلام يقول احسن شيء نسجنه هو اللسان. ليش؟ لانه هو الذي يرد الموارد. وكان دائما يقول يا لسان قل خير تغنم واسكت عن شر تسلم قبل ان تندم. فعلا الواحد لما يقول كلمه ما يحسب لها حساب ساعات يندم عليها يقول يا ليتني ما قلتها والله ما هقيت ان هالكلمه توديني بداهيه. هذه الكلمة اللي قلتها صار ويقعد يحاسب نفسه طبعا القلب السليم هو اللي يحاسب نفسه القلب اللي يعني له علاقة بينه وبين ربه هالكلمة تخلي باتش لا والله أصبح الصبح أعتذر أقول أنا ما كنت أقصد إلا أحط وهذا هو الأفضل طبعا عشان الإنسان ما يمنع المعاصي شوفوا علي كرم الله وجهه يقول لنا ان كان ينطق ناطقا من فضه فالصمت در زانه الياقوت احنا دائما نقول اذا الكلام من فضه فالصمت شنو من ذهب وشوفوا علي كرم الله وجهه شقول يقول فالصمت در زانه الياقوت ليتنا نتعظ ليتنا نشوف في هذه الحياه شلون كلمه وحده بهدلت ناس خربت بيوت انقلت حكيه حشوه بس وحده ما قالت شيء، قلت بس كلمة قلت لهم والله فلانة ترى تقول كذي هي فلانة تقول كذي أوه صارت حرب داحس والغبراء صارت معارك بيوت تهدمت، زوج طلق زوجته، زوجة طلبت الطلاق من زوجها البيت هذا ما يحاكي البيت الثاني، إخوان افترقوا على كلمة، إيش دعوة؟ ما قلتها كلمة واحدة لا الواحد يحاسب نفسه ما ينتظر الناس تنصحه وتقول له لا هالكلمة عرفتوا ليش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النميمة النميمة شن هي كلمة قاعد بمجلس سمع كلمة قالوها عن فلان هالكلمة هي كلمة لكن شنو صارت صفحة والصفحة صارت فصل والفصل صار كتاب لا مجلدات ألفوا مجلدات من كلمة واحدة قالت يا ريتني ما قلتها لو ادري ان هالكلمه بتخرب بيوت، لا والله ما قلتها، العيب مو في اللي قال. احيانا العيب مو في اللي قال، العيب اللي نقل وخرب بيوت وهدم و... و... اللهم يا كافي عشان كذي صاحب النميمه يعذب في قبره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا ما قلت الا كلمه. شفتوا هذا الفضول الكلام؟ هذا اللي انا اقول لكم، حطوا دائما في انفسكم، في قلوبكم، في عقولكم، لا تنقلون، لا تتكلمون في وقت ما تحتاجون فيه للكلام. صمت هذا الزمان نطق حكيم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.